في قضية غرف العمليات المشتركة، هذا طمأن الإقليم الكرد إلى موضوع أن بغداد لن تكون أو لا ترغب بأن تكون ذاهبة باتجاه يعني إقصاء الكرد من عملية وجود رأي عسكري بالنسبة للبيشمركة فيما يرتبط بالمناطق المتنازع عليها أو حتى فيما يرتبط بكركوك. هو الآن ثلاث غرف لعمليات مشتركة في كركوك. هو لا يعني عودة البيشمركة بقدر ما أن هناك تنسيق. تسمع الحديث الكبير أنه في اتفاق لعودة، صحة عدم صحة هذا ما مؤكد. نتحدث بالرسمي، وغرف العمليات لا تعني العودة بقدر ما تعني التنسيق والتعاون ما بين الطرفين، لأن التهديدات الأخيرة على مستوى الإرهابية في تلك المناطق يعني حتى ما أصبح ضرورة لقضية أن يكون هناك تفاعل أكثر وتعاون أكبر ما بين الطرفين. وهذا كان جزء من عملية الاطمئنان، ما يمكن نسميه اطمئنان الكرد إلى بغداد كحكومة اتحادية. ومن ثم ندرك بأن هناك لا أقول نهج مختلف، وإنما أداء يتسم بمحاولة فرض مزيد من الاستقرار السياسي وانعكاساته على الجانب والملف الأمني.